دورة تكوينية من أجل تجويد أداء مواطن دروس محو الأمية بالمساجد والاطلاع على مستجدات برنامج محو الأمية بالمساجد عبر التلفاز والإنترنت التي تؤطره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الدورة التكوينية التي أطرتها المنسقة الإقليمية فاطمة سرار بحضور المنسقة الوطنية خالد الرافعي والمكلفة بملف محو الأمية. موضوع الدورة حول الوثيقة المرجعية للتعريف بالعدة الجديدة للتأطير الأندراغوجي ببرنامج محو الأمية بالمساجد التي عرفت هذه السنة دمج برنامج محو الأمية عبر التلفاز والإنترنت وبرنامج محو الأمية بالمساجد في مقرر واحد يضم ثلاث مواد رئيسية: القراءة والكتابة والمهارات الحياتية والتربية الإسلامية بالإضافة إلى الحساب في المستوى الأول. أما المستوى الثاني فيضم مادة القرائية الوظيفية والتأهيلية للتعلم مدى الحياة ومادة التربية الإسلامية والحساب. كما وضحت السيدة المنسقة الإقليمية الدلائل الجديدة والمنقحة التي يشتغل بها مؤطر الدروس من دليل المؤطر الذي يعتبر دليل إرشادي لمهام مؤطر الدروس بالإضافة إلى نماذج البطائق التي تساعد المؤطر في تحضير دروسه في المساجد والمذكرة اليومية التي تعتبر وثيقة مهمة تساعد على تجويد أداء المؤطر. وقد عملت الوزارة على إصدار كراستي الأنشطة الموازية والمسألة الوضعية من أجل تنزيل إجرائي سلس لهذه المواضيع ذات الصلة بالحياة اليومية للأميين. دأبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تكوين لقاءات تربوية محلية لفائدة مؤطري ومؤطرات برنامج محو الأمية بالمساجد. والجديد في هذه الدورة التكوينية الجديدة مشروع تنزيل الأنشطة الموازية ووثيقة المرجعية للتعريف بالعدة الجديدة والذي هدفها هو التعرف على منهج تدريس المواد التعليمية بعد دمج البرنامجين، جعل المؤطرين قادرين على فهم وتملك العدة البيداغوجية وتنزيلها بشكل سليم، إضافة إلى العرض لأنشطة موازية الذي الهدف منه هو ترسيخ مفهوم الأنشطة الموازية لدى المؤطرين والمستفيدين. الدورة التكوينية التي احتضنها مسجد أم القرى ببركان عرفت مشاركة 55 مؤطر ومؤطرة استفادوا من ورشات تكوينية في مجال الاندراغوجية وكيفية التعامل مع مستفيدي دروس محو الأمية عن طريق الالتزام بالمقرر واعتماد ما جاء في المخطط التنفيذي من أجل إنجاح برنامج محو الأمية بالمساجد. بهدف تجويد الأداء التربوي للأطر العاملة ببرنامج محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والإنترنت، تنظم المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ببركان خلال هذين اليومين بالنسبة للفوج الأول اللقاء التكويني الأول لفائدة الأطر التربوية العاملة بالبرنامج. وقد عرف هذا اللقاء مشاركة 55 مؤطرا ومؤطرة بالوسطين الحضري والقروي، كما هناك مجموعة من العروض التي تهم احتياجات الأطر التربوية، منها ما يتعلق بالوثيقة المرجعية الجديدة في التأطير وكذا البيداغوجيات الحديثة ببرنامج محو الأمية بالمساجد، بالإضافة إلى تنزيل مشروع الأنشطة الموازية بالبرنامج. الدورة التكوينية التي استحسنها المشاركون عرفت تقديم عروض تطبيقية سواء في تدبير الحيز الزمني لكل حصة مع التنزيل الإجرائي السليم تبع لدليل المؤطر، بالإضافة إلى ورشة خاصة بوضعية المسألة تلامس حاجيات المستفيدين من إبداع المشاركين. للإشارة فدروس محو الأمية بالمساجد التي تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انطلق في اليوم الأول من شهر أكتوبر من هذه السنة.